CYC is a free channel. Presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, CYCNow.com. Even a dollar will make a difference. روح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من سفر الاعمال اعمال الرسل في الاصحاح رقم عشرين اصحاح رقم عشرين بيحكي ان القديس بولس الرسول وهو عائد الى اورشليم جمع خدام وقصوص مدينة أفسس وعمل وياهم اجتماع قبل ما يكمل رحلته في العودة كان زار أفسس وقعد فيها ثلاث سنين فسجل لهم خطاب وداعي جميل موجود في الإصحاح رقم عشرين وأنا هقرأ جزء منه من عدد واحد وثلاثين بيقول لذلك اسهروا متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل أحد كل واحد والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدين. لما قال العبارة دهيت عمل لهم إيديه كده. لأن إيديه كانت متأثرة من الصناعة بتاعته صناعة الخيام فصناعة الخيام فيها شغل بالإبرة إبرة كبيرة فالإبرة بتجرح في كف اليد فقال كده أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. والآية دي هي الآية الوحيدة اللي قالها السيد المسيح ولم تذكر في البشائر الأربعة ولكن ذكرها القديس بولس الرسول في معرض حديثه مع قصوص وخدام افسس. تكلمت وياكم في الاسبوع الماضي عن الرضا، حياه الرضا ولاننا في فتره نهضه امنا العذراء في هذا الصوم فبنحطها مثال قدامنا قوي على حياة الرضا وقلنا أن هذه الفضيلة فضيلة يحتاجها الإنسان في حياته ويحتاج طبيعة الحياة هي. وفي الأسبوع الماضي كلمت وياكم عن طبيعة حياة الرضا وصفات الإنسان الذي يعيش في حياة الرضا وركزت على العبارة اللي قالها القديس بولس الرسول في رسالة في رسالة فليبي قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه اللي هي موجودة في فيليبي أربعة يقول كده قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه والنهاردة بيقول لنا حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان وبيقول كمان ان فضه او ذهب او لباس احد لم اشتهي عايز اكلمك النهارده عن فضائل حياه الرضا ومعوقات حياه الرضا وجيد ان احنا نحط امنا العذراء مريم كمثال وكنموذج في هذه الحياه التي نحتاجها جميعا. الانسان اللي عايش حياه الرضا انسان له فضائل فالرضا ليست فضيله واحده ولكنها مجموعه فضائل. لكن قبل ما احكي لك بعض النقط عايز احكي لك قصه كنت قريتها. كان القصة دي ذكرها أبونا تدرس يعقوب في بعض كتبه. بيقول راح يزور إنسان مريض متقدم في العمر وعنده أمراض كثيرة جدا تقريبا جعلت كل جسده يقف ما يشتغلش. فأبونا رايح كده يقف جنبه ويعني يعزيه بكلمتين كل حاجة ما بتشتغلش ايدين ما بتشغلش عينين ما بتشغلش لكن ابونا بيقول انه لما راح يزوره لقى فرحان ف يعني الوضع ماساوي فابونا محتار يعمل وياه ايه يعني فقال له انت قريت الكتاب المقدس قال له زمان اه قال له طب بتقرا دلوقتي؟ قال له ايوه. فلقى يعني عينيه مش شغاله وايديه مش شغاله بيقرا ازاي؟ فقال له بتقرا ازاي؟ قال له وهو في ابتسامه قال له انا بقرا بلساني بلسانك العضو الوحيد الذي يعمل فيه هو لسانه. فكانوا يجيبوا الانجيل اللي مكتوب بحروف بارزه ويحط عليها طرف لسانه وانجاز التعبير يستطعم الكلمه وراضي حياه الرضا فيها ثلاث فضائل اساسيه اول فضيله في حياه الرضا ان الانسان يقدم شكرا للمسيح دائما واحد حاسس بعطايا المسيح التي يعطيها، واحد شاعر بهذه العطايا، واحد بيشكر المسيح يوميا على حياته، صحته، وعلى تسديد احتياجاته، وعلى غفران خطاياه، وعلى نصيبه في الحياه الابديه المتاح امامه وعلى وجود كنيسه بيقدر يقدم فيها عباداته وعلى وجود خدمه ووجود مجتمع واحد نبضات قلبه في كل وقت تشكر المسيح على هذه العطايا التي لا يمكن ان يحصرها الانسان يعني في واحد بيشعر ان تواجده جوه مصر كدوله وكبلد وكارض افضل من كل بلاد العالم في واحد بيشكر المسيح انه عضو في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه التي تتمتع بالتاريخ الطويل وبالقديسين. تاريخ، ما احنا ابناء هؤلاء. في واحد بيشكر مسيحه دائما على النعم اللي موجوده ان بلادنا هادئه من ناحيه الكوارث الطبيعيه. في بلاد بنسمع زلازل وبراكين وفيضانات وثورات الطبيعه. نشكر ربنا بلادنا هادئة. في واحد بيشكر الله دائما عن حلاوة الطقس. المناخ. الجو عندنا صح بيحرر شوية ويبرد شوية ويجي الربيع ويجي الخريف لكن في معدلاته الطبيعية محتمل. بعض بلاد أخرى حرارة عالية جدا او بروده منخفضه جدا وهكذا مثلا احنا من اكثر عشر بلاد في العالم بتظهر فيها الشمس الشمس نعمه الهيه عندنا منطقه الساحل الشمالي اغنى منطقه في العالم في ظهور الشمس على سبيل المثال نشكر الله مثلا عندنا نهر زي نهر النيل في بلاد جنبنا ما نهر خالص ما فيهاش حتى ترعى لكن نهر عظيم بهذه الصوره المهم ان الانسان في طبيعته الداخليه ونبضات قلبه وفكره يشكر المسيح على كل النعم التي قدمها ويقدمها المسيح أمامه حياة الرضا فيها حياة الشكر وعشان كده القديس باسيليوس الكبير قال العبارة اللي معظمكم حفظها ليست عطية بلا موهبة إلا التي بلا شكر كل ما تشكر كل ما الله يعطي أكثر عندما تتذمر ربنا يشوفك كده ويبص عليك ويقول ده بيتذمر على ايه؟ ده انا عطيت له وخليت له وخليت حياته فيها. ربما اكون ذكرت قدامكم المثل ده، ده مثل روسي. بيقول كده: كنت اتذمر على الله لانه ليس عندي حذاء. تعرفين روسيا تلج شويه فالحذاء مهم فعمال يتذمر على ربنا انه ما عندوش حذاء ولكنني ذات يوم وجدت انسان بلا قدمين حينئذ شكرت الله عمال يتذمر على ربنا عشان ما عندوش الحذاء والحذاء ده ليس في قيمه القدمين ولكن في يوم لا انسان محروم من القدمين فقال يا ده انت يا رب عطيني عطيه سمينه جدا بس ما شعرتش بيها الا لما شفت انسان محروم منها الرضا اول فضيله ان الانسان يقدم شكرا متصلا للمسيح على كل حاجه على كل شيء احيانا في مصر هنا نقول ان احدثنا في الثلاث سنين اللي فاتوا دي معجزه تستحق الشكر كل الحياة. طب ما هو المسيح واخد باله منك ومش منك لوحدك واخد باله من شعب بأكمله. شكر. شكر المسيح شكر دائم ومتصل دي أول فضيلة. الفضيلة الثانية أن الإنسان الذي يعيش حياة الرضا يعتمد تماما على المسيح هو رفيقه زي ما بيقول كده في مزمور 23 حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي إحنا الاثنين ماشيين ويا بعض يسموها حياة المعية فالإنسان الراضي يشعر أن اتكاله هو المسيح عشان كده مش بيخاف، عشان كده بيبقى واثق في الطريق. حتى لما بنتعرض للحروب، حروب الروحية وعدو الخير واللي بيحاول يوقع الإنسان في أي شكل من أشكال الخطية، ببقى واثق في نصرة المسيح إنه يسندني وإن أنا أقوم من أي خطية. الإنسان الراضي معتمد تمامًا على المسيح. يوم موسى النبي خرج مع الشعب وتواجه مع البحر الأحمر في عدو وراه وفي بحر قدامه لكن كان يثق تماما أن الله هيتصرف بس هيتصرف إزاي ما أعرفش. لغاية ما يخاطبه الله ويقول له العصاية اللي انت ماشي تسند عليها دي اضرب بيها البحر وتكون النتيجة ينشق هذا الطريق وتصير معجزة اعتماد ويوم السيد المسيح تقابل مع زكا وزكا كان راجل عشار وعنده حسابات وعنده إمكانيات وعنده شهرة وعنده حاجات كتيرة، لكن عندما تواجه مع شخص السيد المسيح وزي ما بنقول كده في اللغة بتاعتنا عينيه جت في عينين المسيح تغير في كل شيء فلم يعد اعتماده هو المال صار اعتماده هو شخص المسيح نصف أموال المساكين إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف، زكا، أنت واخد بالك هيبقى لك إيه؟ هيفضل لك قد إيه؟ قال لا 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 ده مش مهم، المهم اعتمادي على المسيح. المسيح يستطيع عندما تعتمد عليه وأنت في حياة الرضا، يستطيع أن يغير في الطبائع وفي المشاعر. هنروح بعيد ليه؟ شاول الترسوسي كلنا سمعنا عن ماضيه الوحش شاول ده هيؤمن بالمسيح مش ممكن شاول ده الذي كان مجرد اسمه يثير الرعب ازاي ده يعرف المسيح طب ولما يعرف المسيح هيفضل بطباعه الوحشه دي ولا هيتغير وهيتغير ازاي؟ ولكن النعمه مفيش حاجه اكبر منها. شاول يصير بولس الرسول ويشبه نفسه كالسقط اللي هو الجنين الميت ويخدم المسيح ويبقى عملاق في الكرازه وتتغير طباعه الشرسه الى طباع الوداعه وزي ما قريت قدامكم دلوقتي الجزء بتاع اعمال عشرين ازاي بيعتمد على شغل صناعه الخيام وانه ازاي بيتعب ويقول هنا ينبغي انكم تتعبون وتعددون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ دي كلمات حيه وقد تصير هذه الكلمات دينونة لنا ولذلك ينبغي, ينبغي, أن ينتبه الخادم بكل مراحله بكل مستوياته ينبغي لهذا ينبغي ذا القديس بولس في كل شيء إن أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعددون الضعفاء وطبعاً تعددون الضعفاء دي كلمة مفتوحة كبيرة كل أنواع الضعف متذكرين كلمات الرب يسوع مغبوط العطاء أكثر من الأخذ الإنسان الذي يحيا حياة الرضا هو يعتمد على شخص المسيح اعتماد المسيح مش خائف من حاجة مش شكاك في حاجة ما عندوش يأس من حاجة عشان كده يوحنا ذهبي الفم قال عباره جميله الله لا يعطينا عندما نتكاسل الله يعطينا عندما لا نستطيع واحد كسلان ده ربنا يديله ايه ده واحد كسلان في حياته حتى كسلان عن الشكر ده ربنا هيديله ايه ده احيان حياه التذمر تتعب الانسان نفسه. المتذمر ده بالذات بقى لو كان خادم ولا كاهن في كنيسه ولا مسؤول احيان حياه التذمر دي تتعب صاحبها اكثر فاكثر. الله لا يعطينا عندما نتكاسل. الله يعطينا عندما لا نستطيع. تشتغل تعتمد عليه تبقى رجائك وثقتك كلها في شخص المسيح تسلك امامه بامانه حتى في مواجهه الصعاب هو يدبرها. هو بيدبر كل شيء. الفضيله الثالثه انا قلت لك اول فضيله ان الانسان يعيش شكر متصل للمسيح والتاني اعتماد دائم على المسيح التالتة إن حياته حياة الإنسان الراضي هدفها المسيح لأن حياة الرضا بتعطيك الفرصة أن تصير في عشرة مع المسيح خلاص بيته قريبين لبعض في عشرة يمكن أفكركم بالقصة مشهورة خالص بتاعة القديس الأنبا بيشوي لما التلاميذ تلاميذه حبوا يشوفوا المسيح القديس أنبا بيشوي كان عنده شفافية عالية يقدر يخاطب المسيح مباشرة يتمتع ويتعزى ويتلذذ برؤياه فتلاميذه قالوا له عايزين نبقى زيك قال لهم خلاص نتفق نشوف المسيح على الجبل، كل الآباء الرهبان يجروا في اليوم ده وعندهم شهوة واحدة أن يروا المسيح، ولما يقابلوا راجل عجوز في السكة ويسألهم إن هو مش معتاد يشوف الرهبان بيجروا كده في البرية ويعرف السبب يقولوا لا مش هينفع لو مشينا على خطوتك دي مش هنوصل لما نروح ونشوف نبقى نحكي لك ورفضوا الرجل بيت القصة أنتوا عارفينها لأنها قصة واسعة الانتشار ويقابل المسيح الأنبا شوي ويحمله وشوف النعمة كانت قدامهم وعدوا عليها وراحت منه الانسان الراضي هدفه شخص المسيح وقد يكون المسيح هو الشخص الذي يكلمك او الذي تتعامل معه او تتقابل معه في دراسه في عمل في جيره في خدمه في سلوكياتنا الشخص اللي هدفه المسيح باستمرار تلاقيه شخص دائما يظهر المحبة هو حسن المسيح شايفه رفيقه ماشي وياه الحياة التي هدفها المسيح حياه نقية إنسان يعيش هذه التقوى يعيش مخافة الله في قلبه هو يشعر بالحضور الإلهي دائما أمامه يقول لنا في سفر التثنية، تثنية 30 20، "تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك". تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك. الراضي ده مسيحه قدامه على طول في البيت، في الشارع، في الشغل، في الدراسة، في الكنيسة، في الخدمة جوه مصر بره مصر في كل مكان مسيحه أمامه. ومن هنا تكون البركة، يعني إيه بركة؟ النعمة النازلة من فوق والشكر المتصاعد من أسفل، كأنه طريق اتجاهين. اتجاه النعمة نازلة من عند الله وأنت حاسس بيها وعايش فيها وشايف معطيها المسيح. وفي نفس الوقت الشكر المتصاعد. واحد بيشكر الله وشكره ده متصاعد وموجه لشخص المسيح صاحب كل النعم في حياتك. في كل ايام عمرك. حياة الرضا. يا بخت الانسان الراضي. يا بخت الانسان اللي عايش وحاسس انه فرحان للغايه بكل ما يصنعه المسيح في حياته. حس كده ان المسيح عمال يحمله من مرحله لمرحله من فتره لفتره من يوم ليوم يهيئ طريقه لانه الى خلاصه. واحيانا الانسان ما يشعرش بحلاوه ما هو فيه إلا عندما يتركه. يعني أديكم مثال كل ولادنا وكلنا بصفة عامة خايفين من سنة بيسموها الثانوية العامة. بيبقوا خايفين السنة دي ويقولوا حدد مصير والامتحانات اللي بتيجي فيها ويدخل الطالب ويمتحن ويحقق نتيجة طيبة ويدخل كلية حلوة هو كان بيحبها. برغم صعوبة السنة بعد شويه يقول لك دي كانت سنة جميلة. دي كانت سنة حلوة، مجرد بعد عن المرحلة بتاعتها. عطايا الله لنا في وقتها بأي صورة من الصور حتى لو كانت الصورة مش واضحة قدامنا، هي لخير الإنسان. وهي لفرحة الإنسان. يجي السؤال المهم دلوقتي ايه اللي بيعوق حياة الرضا؟ ايه اللي بيخلي الانسان مش راضي؟ ايه اللي بيخلي الانسان في حياته مش قابل حياته؟ واحد رافض حياته أو إن شئته الدقة إنسان لا يحب حياته عارفين السيد المسيح لما قال لنا تحب الرب الهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك وتحب قريبك كنفسك كنفسك يعني بتحب نفسك بتحب نفسك دي مش الانانيه بتحب نفسك يعني القبول تقبل نفسك تقبل ذاتك وعلى راي القديس ماري اسحاق لما بيقول اصطلح مع نفسك تصطلح معك السماء والارض يعني في واحد هو عدو نفسه هو متزمر على نفسه على ايامه على عمره على اختياراته تكون النتيجه انه ماشي تايه في العالم وعمال يتخبط من حته لحته وفي انسان راضي ويبذل كل ما في وسعه فينجح في طريقه يقول كده تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك ايه اللي بيخلي الانسان ما يعرفش يكون عايش حياه الرضا ايه اللي يمنعه عايزكم نتفق الاول على مبدا مهم جدا ان الشيطان عندما يحاربنا يقدم لنا خطايا صغيره ما بيجيش يحارب الانسان بخطيه كبيره مره واحده، لا خطيه صغيره كده تبان انها تافهه. لما الانسان يقع في حاجه صغيره وحاجه تانية يبتدي يقع في حاجه اكبر. فالخطايا الصغيره تؤدي الى الخطايا الكبيره. القديس مرقس الناسك يقول عباره جميله: الشيطان يقدم لنا خطايا صغيره تبدو كانها تافهه في اعيننا، لانه بغير هذا لا يقدر ان يقودنا الى الخطايا الكبيره. ايه اللي بيخلي الانسان ما يعيش حياه الرضا؟ على اي مستوى؟ نمره واحد ذات الانسان. هو لا يرى في الوجود غير نفسه. مش شايف غير مكانته. وبالتالي لا يستطيع ان يحب الاخرين. عشان كده مش قادر يشكر على حاجه. يعيش في الانانيه. قديس بولس النهارده بيقول مغبوط هو العطاء. طبعا احيانا يكتبوا العباره دهيت على صناديق العطاء مش ده المقصود طبعا. لكن العطاء روح العطاء كيف ما يكون شكله، كيف ما يكون نوعه. ده ممكن عطائك يكون مجرد ابتسامة واحدة. عطاء. الشخص اللي عايش في الذات واللي عايش بإحساس السلطة إن هو متسلط وإنه حاكم وآمر ده ممكن يكون أب في بيت، خادم في خدمة، كاهن في كنيسة ممكن واحد يكون عايش بالإحساس ده هذا الإحساس يدمره ولا يستطيع أن يشعر بحياة الرضا يعني الذات تعمل جدار يمنعه من أنه يشعر بالرضا حس كده في حياته أنه دائم التذمر في واحد مرة كده بيخدم وخدم سنين طويله ومتذمر على حاله فبسأله مرة تعمل ايه؟ خدمتك ايه؟ الكلام ده زمان قال لي المكان اللي انا بخدم فيه ده ما يستاهلوش الخدمة اذا كان رؤيته بهذه الصورة كيف يشكر الله؟ كيف يعيش الرضا؟ واحد شايف كل اللي حواليه إن كان إخواته بيخدموا إياه إن كان في خدمة معينة إنهم أقل منه هو الأعظم وهو الأسمى وهو اللي ما فيش زيه طبعا واحد بيضيع نفسه الذات تصنع جدارا بينه وبين الله فكان واحد بيحبس نفسه ويعيش في قوقعة ذاته ولا يرى اخر، وتكون النتيجة انه انسان ما يعرفش حياة الرضا، ولا يستطيع ان يتمتع بحياته حتى. الأمر الثاني اللي بيمنع الانسان من حياة الرضا الطمع. الطمع الطمع في امور مادية أو أمور معنوية أو الرغبات بصفة عامة الشهوات. في البرية في الحياة الرهبانية المصرية يقولوا كده المشي أو السير في البراري يميت الشهوات. طول ما الواحد ماشي في البرية مش شايف غير الرمل. هيشتهي إيه بقى؟ فيش حاجة يشتهيها. الواحد ممكن يمشي في شارع في وسط البلد ولا في أي مكان يلاقي بقى حاجات معروضة وحاجات يلاقي بقى الشهوات كله عايز أجيب دي وعايز يبقى عندي ده وعينيه عمالة. الإنسان الذي يعيش الطمع ممكن يكونوا إخوات. اللي يعيش وقلبه ممتلئ برغبات لا تنتهي وشهوات لا تحصر تكون النتيجة إنه إنسان ما عرفش يعيش في الرضا. روحوا المحاكم كده وشوفوا القضايا المرفوعة وتشعر إن كم كبير من الناس حالة طمع ممكن يكونوا إخوات ممكن يكونوا في يوم من الأيام كلوا من طبق واحد ولكن الطمع خلاه ما يشوفش أخوه أو أخته. طمع الإنسان في أي شيء وممكن الإنسان يجري يجري ولا يحقق شيء، أظن في قصة مشهورة على واحد راح للأمير وقال له أنا عايزك تديني مساحة أرض، قال له عايز قد إيه الأرض؟ قال له زي ما تديني، قال له طب قدامك الأراضي دي كلها، امشي فيها بحصانك بس المهم ترجع قبل الغروب فالراجل لقى عرض ممتاز واعتقد دي قصه روسيه لقى عرض ممتاز ركب الحصان وابتدى يجري في الارض الارض اللي هتجري فيها هتاخدها فضل يجري يجري كل ما يفكر الغروب ارجع قلت طب كمان شويه طب كمان حته طب كمان المسافه دي وطبعا بيجري باقصى طاقه بيعملها وعايز يرجع قبل الغروب وقرر انه يرجع قبل الغروب ولما وصل وقع من حصانه ومات استفاد ايه طمع وضيع في حين لو كان خد عشره متر بس كان هو المستفيد الطمع احذر الطمع واحذر في تربيه ولادك الطمع واحذر كاخوات الطمع الطمع يضيع اللي وياك واللي كان هيجيلك والنعمة اللي كان ربنا هيديها لك هتضيع منك، احذر وتعلم مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. الأمر الثالث اللي بيمنع الإنسان من حياة الرضا هو الإنسان الملتوي. الإنسان الغامض. في انسان كانت قبله كأنه علامة استفهام. في انسان تحس كلامه ما هوش كلام دغري. في واحد تلاقي كلامه مهما يكون الانسان تحس ان كلامه كده مش مظبوط، ما صراحة. حتى تحس وانت قاعد وياه انك مش مستريح، الكلام ده يعني زي ما بتقولوا كده في بعض التعابير الشعبية يقول الكلام ده مش راكب على بعضه. الانسان الملتوي والخطيه التي تدخل الى الانسان كثعالب صغيره او شخص ذو ايمان قليل او انسان عايش في تعالي او في جمود فكري او الشخص اللي عنده قدر كبير من العناد أو حب التملك أو المشاعر المريضة حطوها تحت أي مسمى مثل هذا الإنسان الذي يقع في الخطية لا يستطيع أن يعيش حياة الرضا القديس أغسطينوس نشأ في بيت مستور وتعلم الخطابة ما كانش راضي عن نفسه وكان بيهزأ بدموع أمه ولما صار شابا يافعا ساب بلده في الجزائر وراح ميلانو في ايطاليا، ولما راح هناك راح علشان يبحث عن الخطابه، فوجد ضلته في القديس امبروسيوس اسقف ميلانو اعجب بي كخطيب ولكن شاءت نعمه الله أن تقع في يده قصة حياة القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان اللي كان كتبها القديس أثناسيوس الرسولي في أوروبا أثناء نفيه فكأن النعمة حاصرت هذا الرجل دموع أمه من ناحية وعظات القديس أمبروسيوس من ناحية وحياة القديس أنبا أنطونيوس من ناحية أخرى النعمة حاصرته فبدأ يعرف حياة الرضا ونعرف إزاي حياة الرضا دهيت سجلها من خلال كتابه الاعترافات، اعترافات القديس أوسينوس، كان متذمرًا وعندما تاب صار راضيًا، فالتذمر مرتبط بالخطية والتوبة أحد ملامحها حياة الرضا، دي فضاء الحياة الرضا ومعوقات حياة الرضا. بنعمة المسيح الأسبوع الجاي إذا أراد ربنا وعشنا نتكلم عن إزاي نقتني حياة الرضا، إزاي الإنسان يستطيع أن يقتني حياة الرضا. ويانا النهارده خورس شمامسة كنيسة الشهيد العظيم مريمينا والقديس غوسينوس بدار السلام في إبرشية المعادي تحت رعاية نيافة الحبر الجديد الأنبا